خلصينا في 2014 يا كريت. كان واحد السيد سميت في سالم هنا بجنبي ساكن معايا جاري، دائما كيتحرش بيا وداك الشيء. انا ما يمكنش ليا غادي نتبعو في الطريق ديالو، علاش؟ كدارنا كيسكن في 34، يعني الوالد عندي شويه صعيب محتار مراسي في الدرب. لا بقى اليوم غدا وكاك، اليوم غدا وكاك. دخلت لقيت غير باب ديال العود مفروق على جوج، كيحل عليا السواقط وكيدخل وانا مغيبه ما عارفاش. كيدخل هو وصحابو، هاد البيت ما كانش كيخوض صحاب الشراب لي كسطال فانيد. انا ما كنعرفش هاد الكمامر، كل واحد منين كيجيب ماطر هما تنعرفهمش كاع. كيدخلوا كيلعبوا معايا في الكومبريمي في الماكله شي حاجه، كنخرج نتسخر. مهم كناكل داكشي ما كنعقلش على راسي. انا كنكمل مبليه، كنكمل كارو، كنكمل حشيش. بقى دائما معايا وكوك دائما، والو كنوض كندابز معاه. كاين الناس شهود لانني كندابز مع سالم، كنقول لي عمري ما غنوصل معاك لداكشي اللي بغيتي سالم. هو كيقول الناس مازال هادي سهام اللي فيها العياقه وتبع سيس غنطيح لها المعنويات ديالها. ابخي بديتي كتتاجر فيا بالفلوس، كتدخل الناس 200 درهم، كندوز في الزنقه كنسمع 200 درهم مليحه مزيانه هادي حنينه مزيانه. بزاف ديال الكلام اللي كيتسمع كندير ما على بالي والو. التجأت لعند السلطه، مشيت قالوا لي داروني حمقى، واخا غادي نغيرها كلشي مبريسي عليا، لانه ما بزاف ديال الناس واحد العدد اكثر ما تتوقع. يعني اي واحد تورط في هاد الدخله ديالي انا. من موراها بديت كنتلقى لهذا الشيء، كنصبر. يعني ملي كنمشي للبوليس، كاين واحد من البوليس اللي نصحني قال لي بنتي ما تبقايش طالعه نازله، هذا الشيء مصالحش، غتمشي غديري شكايه. يعني بلا ما نقول لكم سميتو، غديري شكايه راه ممكن الوكيل غادي يعاونك. مشيت قدمت بشكايه للوكيله، عاودت لها شنو كاين، صيفطتني لعند الناس اللي الجمعيه للعنف ديال الدراري الصغار، قلبوه وصندقوه. جيت انايا لعند السيد بلا ما نذكرو الكوميسير اللي انا متبع عنده، كنلقى الدوسي ديالي عندي، هو اللي مسؤول على هادشي ديال العنف والاجرام، وهادي عنده مكتوبه في الباب. قلت له ودي راه شنو كيطرى لي، شنو كيطرى لي من طرف هاد الناس، واليوم كنجي كنلقاهم باركين عندك في البيرو، يعني كيفاش هادشي؟ انا غنبقى بحال هكا معذبه دائما؟ لا انا راه ما بغيتش نصيفطهم، بغيتهم غير يحبسوا عليا من هاد المشاكل. راه عييت، دريت ماديا ومعنويا، عدوني شوهوني لحمي بينوه ذاتي فرجي. كان عند كان واحد الدري عنده عنوان في اليوتيوب كيدخل به، شفت راسي انا بعيني داكشي في فمي هنايا. كنت كنفيق كنبوح حاشك ريحتك الحيوان المنوي كنلقاه هنايا، والحلاق من الفوخين والافكاك من هنايا ضاريني. هادو ما كنحركهمش، الشعر مهزوز ليا، الحجبان مهزوز ليا. كان صباح كنغوش والو، ملي كنمشي كيديروني حمقى 16. غندير اش غندير؟ غنمشي عند طبيب شرعي. مشيت عند طبيب شرعي، كتب لي برا قال لي هادي غتديها للكوميسير، غتجيب لنا انتداب. قلت له ودي راه ملي كنمشي عندهم كيقول لي احنا مع زعما جيب لنا الدليل سير فيك شهاده طبيه. ملي انا كنقول لهم لا ودي راه هذا طبيب شرعي قال لي بغينا انتداب، لا ما يمكنش لينا نعطيوك الشهاده بلا انتداب. الوقت اللي كنرجع عندهم كيقلبوني وكيعاودوا يقلبوني، كنلقى عاوتاني كيب اخر كنعاود نطلبهم، كنقول لهم الله يرحم بوالدين قلبوني بحال هذا الشيء جديد. حتى لا جاو البوليس كيقول لنا حنا بغينا انتداب. كي اللي كتقول لي واحد مريم هي اخر وحده عطاتني، ها هي عندي سرتها في الكنيس، قالت لي لا 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 راه خاصنا انتداب. سيري لالا بحالتك، بداو كيجروا عليا. حنا بغينا هاد البوليس يوقفوا باش حنا نوقفوا عند المحكمه، حنا بغينا هاد البوليس هكا. سيري ديري هاد الشيء اللي كنقول، كنقول لهم راه كنصور والو من عندهم، راه والو واش نصور شي حاجه. صافي منين سالم بدا كيدخل وكيخرج للحبس هكا، كيدخل كيخرج شويه كنبرد شويه. جات واحد اللحظه اللي كيسرق، كيتلقاو ليه بوليس، كيجيو بمشاكل ديال السرقه، يعني ديما هربان. انت كتجي الليل عاد باش كيعمل العمليه ديالو هو وصحابو، متفقين عليه الدار كامله. وانا عمري كنت كنتوقع انهم غيتفقوا عليا كاملين. ابخي جا مول الدار خرجوا بالفراغ، افراغ دليل افراغ، حين ديما كنمشي نبكي عنده. انا مول الدار هو اللي دار فيا خير على الزوج، مابقاش كيتخلص عندي. اما كراني الزنقه ما عنديش، 3 سنين ما كيتخلصش من عندي، فين ما مشي عنده يجي حتى لهنايا مدمكي عليه. واحد النهار تبداك عاود داكشي ملي عريت لي بالزوج قال لي سير الله يشافيك بنتي، سيري سيري تو كان يحن عليك الله. مشيتي سالم خرجوك افراغ، نطي عصام وحسن، هما هادو اللي سادين المرح.
استفدتو وليتو كتدخلوا لي البشر هنايا. انا سبق لي الشعيصه مهز باندوش واخده انا من ايفغوشي مع ربع الليل هز وحال هكا ماشي ماجي ما عندي غيبت. مره اخرى كنعقل على راسي مخرجيني للمرح كنخرج حتى للباب ما كنعقلش كينقلوني على حديد كيديوني على حديد كيديوني البعد بقاو كيديروا في حلمه هكا. اول باب كنسمعوا تحل الوقت اللي انا كيغلب عليا الناس حيت بارفو كتطلق شي حاجه كنحكني فيه كنحك عيني ما كنبقاش نريزوني كنبقى على الحشيش كتكون ديجا شي حاجه منوم الله يجعلو يكون عسكر مدقدق فيه شي حاجه حيت حفظوني وتعلمت هادشي وليت كنعرف لي دزت في التجارب ديال العذاب بزاف. ابخي كنشوف سكيريه كي كان كيدخل سالم كي كان كيدخل حسن وعصام خون اللي هما دابا خرجوا في الاستفاده ومن الليل الليل كيتكونيكتاو مع ناس ديال هنايا. ما قديتش نقول خايفه بيان سور خايفه حيت هادشي اللي طرا فيا قد دي طرا فيا اي حاجه كاين موت وحده كنخاف من الله ولكن ما بغيتش الجوع بحال هذيك الدريه اللي طرانا انا ملي مشاكل دابحني ولقاتني واعد راه دخل عليا زاد فرق عليا العين راه الدنيا تصاور وزيد وزيد ابقى ملي فكيت وليتو كتجيو بالليل كدبروا على راسكم تنوض انت عصام اللي انت بيدي ما تعجبش خلق الله كتجمع الناس من القهوة كدير معاهم بالليل. هاد البيت راه كان بلان كيخرج سالم خرج مع 12 الليل إفراغ مع 12 النهار 6 العشية هو عمر البيت كيجيو عندو صحابه هكا معدي علاقة بيهم مي كيخو اللي كيدخلهم كيشربو كيساليو كيدخلو ليا لهنا. أول ما كنلقى كنلقى البر الأول هنا فريمو كانت عندي ولسيسة صغيرة مي ملي كيدخلو كيبقاو يعبزو ليا الولسيسة غادو كتكبر غادي كتكبر. جا واحد النهار بلاصه الوليسيسه كنلقاها محروده يعني فحال شديتي لي زولتي وحرتها مع شي بوصلانه هكا بقيت بشويه 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 كنطيح وكنوض كنطيح اخي خويا موظف اللي ضرب لي التليفون هرسو كيقول لي دير مقاسه في بيج وقالت لك كتكمل بانش ومخليها راسك بلا سبيطار بلا والو وما عارف شنو بيا شنو كيطرى ليا ولا ما قادش نقول لي عاد هزوني داروا لي الرامي كنمشي ما كنتقبلش كنمشي ما كنتقبلش كنمشي عاوتاني كيتهزوا لي الحمى منها كنجي مغيبه كيدخلوا عاوتاني كيقضوا الغراض ديالو كنفيق الصباح تجي عندي امي تصايب لي فطور ثاني نعاود نوض نمشي للسبيطار يجريو معايا ناس من هنا ومن هنا اللي مشيت عندو الطبيب اللي السبيطار اللي مشيت ليه مسدود الباب في وجهي اللي كيشوف الحاله ديالي كيقول لي انت نهار اثنين ترجعي والو. كاين ناس محسنين واحد السيد محسن ولد دربنا سميتو المهدي اللي عطاني الفلوس عطاني 400 درهم قال لي سيري عند الطبيب اللي هو مزيان يدوز لك وداك الشيء وعيط ليا من عنده بالفيكس ون داكشي اللي بغاه انا نداويك به. مشيت عندو ما تخلصوش من الجينيكولوج ما كيتخلصو من عندي كيرديني 200 درهم ديالي كنخرج من لاكابين عندو صافي كيبدا يبكي اخر واحد كتب لي بريا المولاي الحسن اللي كنت مشيت عندهم وحده اللي شلحه بقيت فيها كانت ما كتعيفنيش حيت كنت خانزه من هنايا ما كتعيفش كتبدل ليا الفاصمه كتبكي كنقول راه كنتعرض للغسيل صافي وهادشي كيزيدي اثر عليا شنو كاين شنو كاين هادي هي الحقيقه ديالي وتحد ما عارفها تغتصبت في السبيطار وانا دايره العمليه ولا اغتصبني عارفه واغتصبوني حتى سيكوريتي من تماك لدرجه طحت بالمس من مورا داكشي داس العملية ديال هدا هزوني دارنا داوني للدار الدار اللي ما كنبغيش نجلس فيها كنكمي عندي المس متبوعة من صغري الدار عمرات خويا تزوج اختي خايبه معايا خرجت لي على الحياه ديالي هي سببي في هادشي كامل اختي حنان هي اللي دمرتني منين خو هاد الناس نطي عبد الله اول باب كنحس بيه وانا فيا النعاس او انا غنفيق او شي حاجه ديال كنسمع الزدو ملي كيبغيو يدخلوا حشره كبيره من الفوق الزدو لا في الحله لا في السدان اول باب كيتحل هو باب ديال عبد الله كاين عبد الله وادي عبد الزواج وادي النوع اللي ما كيتصاحبش مع الدريات يقدر مول عسى ما يعطلهاش هذا داك النوع هكا عبد الله تبعني بموتور مجوج كيتبعني بموتور ديما ما عنديش مع الغدر خمر سوق غدراس وطحت مع باش ولدي ما عنديش مشكل انا اللي عندي مهم ان الا ضعت انا ما يضيعش داك الوليد ولدك شنو بحال
وينقذوني من هذا الشيء اللي غادي يبغي يطرى ليا من هنا لقدام. كيف طرى لك الدريه وكيف ما ضربت ساعه ما قال لك لهم هذا الشيء، انا باقا حيه نرزق قدامكم، كنقول لكم عشقوني يهودي وسلمت من يديكم وما لقيتش بلوز وما لقيتش جد، ما كرهتش ندوي مع الملك مباشره، خبت على حساب دارنا والظروف وخوي الجو وبزاف ديال العوايج. كنقول اش من حل تسمع الدريه قالت نهار الحد موعد، مشيت للمعطل أربع شهور وأنا كنت بات معطة، قالت لي كيعرفوني البوليس كيعرفوني، البوليس اللي جا كيقول لي مالك يا بنيتي، كنقول لهم غير ما عنديش فين كنسكن، ما كنقولش لهم راه واقع لي مشكل ما عنديش فين كنسكن، واللي كيجي كي بحال دابا كيتعبني كندبر اش كديري هنايا، كنقول لها شنو كاين انت كاين كنتعصب معاك، كيقول لي غير ترخفي حتى ما كنحس براسي، كنقول يا خويا 6 سنين وأنا كنتغصص أنا ولدي ودرت شكاية وما كنصور والو والو، حتى حد ما وقف معايا كل شيء عليا، ورطوا الناس بزاف لدرجة دوك الناس اللي تورطوا ولاو والديهم كيطيحوا كينوضوا كيجريوا اللي كدار أنهم ينقذوا ولادهم من الحبس. أنا ما عينيش في البراني حيت أنا عمري ما خرج الزنقة وشدني شي واحد بزاف من ولاد الدار، بيني وبينهم احترام، هادو سبابي هما اللي كيجيبوا لي الناس كيتاجروا فيا بزاف. أبخي ولدي كيباس عندي مره 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 مره، علاش غيبت بحكم هنايا البزوله عندي. ثاني حاجه كنت في يوم من الايام خارجه نشري العشاء، هادشي عندي دلائل عليه، خارجه نتقدى كانت عندي 1000 ريال طاحت ليا، مشيت بالمنقيد يعني ما كنتقداش من هنايا، كنمشي كنبعد كنخاف على راسي بزاف الماكله فالناس هذا، هربت كنلقس محمد وجهه، انا حاليا دابا خايفه منه، كنلقاه هو يقول لي سهام واش طلعي معايا، قلت ليه لا انا اللي عندي المس ما كنعجبنيش الفساد، انا الميناج مخير نديرو كشافي كندير لاكواف، صافي من بعد كنجي ولدي هنايا ما كيبغيش يدي ليا النعاس، كيتخلع ماما هما دخلوها هما غيدخلوا، كيبقى فايق عليا كندير ليه اليوتيوب يتفرج في ميكيات عاود نفيق انايا عاود هكا. في يوم من الايام دريت كيبان لي قنا نفو من الفوخين ما يمكنش، واللي كان زوين وكان غليظ وداك الشيء، كنقلبو كنلقى الاغتصاب كنديه كنلقى الاغتصاب، خرجني انا الطبيب الشرعي استنطق الولد ما خطره ما جوج هو وجماعه ديال الناس. ابخي جيت لعند البوليس ملي قلت لهم خذوا لي حقي، راه شنو كاين قانون وشو هذا، واش ممكن تاخذوا لي حقي ولا ما غاديش تاخذوا لي حقي، نعرف اش كندير. مشاو معايا بالطوموبيل خداو السرداء داك السرتيفيكه ديالي وديال الدري، وخداو واحد التصويره كنت مقموشه وضاربيني هنايا بموس، هنايا كانوا ضاربيني بكاس ايمان صاحبة سالم، خداو كاع داكشي وابخي صافي دعس انا عاوتاني طجوني هربت من هنايا، مبقيتش عاقله 7 سنين هاد التصويره ديالو عندي، الحالة ديالو كبرت ليا بحال انا كنكون فرش عليا مزيانه، كيجلس ليا بحال هكا كيجلس ليا هكا هك 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 ها انا كابي بحال هكا ها بقى يدير ها ها، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كنلقى عنده لا شعر لا حجبان لا والو، ولدي باقي يالله ثقوا بالله العلي العظيم يالله غادي يبدل السنان، بقيت ما تبداوش يتبدلوا، لقينا وحده بحال كتمشي عند الطبيب وكيدير لك واحد البيسكي بعاد اللحم عاد شي بغى يجيب السنه، لا ميم لقيت ولدي في الصباح وبدا كيبكي ودار راه السنه، ابخي نات هذيك الاخرى حتى هي بدات كتعواج، فين ما يدخلوا كنلقى السنه عوجه، وانا عارفه اللي كيدير لولدي هذا الشيء، عارفه اللي كيعذب بالاغتصاب وعارفه باش كيعذبوا بشي لاخر، عارفه كل واحد عارفه كيدير الحاله ديالو، راسو كيضربوا مع الحيط كيخرج الزنقه كيجي معقد كيبكي، ماما ضربوني ماما بغيت يلعبوا ماما عيروني، اول البارح واحد سميتو حميله كيبيع لي كستا عنده 12 عام ديز ولدي هو ينقص حاشاكم ويقول لي هذاك رابيدي، وبين وبين قدر 7 سنين تدخل كيدير لي ماما قال لي انت يا هادي انت هادي انت هادي، خرجت ليه بحال هكا قلت لي غنشدك غنضربك ما يمكنش، انا بغيت الناس الكبار اللي مولفين كيديروا هادشي هما يتعاقبوا انت غير صغير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.